وإلى مجلس الأمة، حيث عقدت 4 لجان برلمانية اجتماعاتها العادية لمناقشة الملفات المدرجة على جدول الأعمال وتكليفات المجلس لها. وفيما ناقشت لجنة شؤون الإسكان مجموعة من الاقتراحات بقوانين في شأن الرعاية السكنية، بحثت لجنة الشكاوى والعرائض ولجنة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية بعض الموضوعات والاقتراحات برغبة. بدورها انتهت اللجنة التعليمية البرلمانية من مناقشة 8 مواد عن قانون الجامعات الحكومية، وتعمل على تكثيف الاجتماعات للانتهاء منها ورفعها إلى المجلس. تم الانتهاء من اجتماع اليوم اللي خصص لمناقشة مواد القانون أو مواد مقترح القانون المقدم من قبل الحكومة، قانون الجامعات الحكومية، واللي تكون من ما يقارب 45 مادة. تم الانتهاء من مناقشة القانون بصورته البدائية، ومن ثم راح يتم مناقشة باقي المواد. اليوم ناقشنا 8 مواد، إن شاء الله راح يكون في اجتماع قادم في الأسبوع القادم، وراح أيضا نناقش مجموعة من المقترحات، منها ما يخص اللي هو الوظائف المساندة التي لم يشملها كادر المعلمين، اللي هي الهيئات المساندة سواء أمناء المكتبات والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وكذلك المختبرات، حتى يتم إن شاء الله راح يتم دعوة الأخ معالي وزير التربية والتعليم العالي إن شاء الله في الأسبوع القادم لمناقشة كيفية تحفيز هذه الفئات اللي هي تعتبر من العناصر الهامة في العملية التعليمية، وإن شاء الله راح نصل إلى صيغة توافقية مع الأخ وزير حتى يتم الانتهاء من هذه المواضيع، وإن شاء الله نتمنى أن يتم يعني تكثيف هذه الاجتماعات في الأيام القادمة حتى ننتهي من قانون الجامعات الحكومية ومن ثم رفعه إلى المجلس.